بسم الله الرحمن الرحيم. العمر إبراهيم، رئيس جمعية اتحاد الشبيبة الرياضية للكرة الحجيجية. نحن نتواجد الآن بمقر النادي، وهذه اللعبة لها دور كبير داخل الوطن وفي الجهة وداخل الإقليم، ولها أهمية كبيرة بحيث تجرى دوريات سنوية، إلا أن الجائحة في هذه السنة أدت إلى تأخير برمجات هذه الأنشطة، والنادي ارتحل إليه الجمعية منذ 4 سنوات، وهناك مجموعة من الإكراهات داخل النادي، منها رغم الدعم اللي قدموا لنا المجلس البلدي وساندنا في البناء وكذلك في الإصلاحات اللي تكون داخل النادي، إلا أن هناك مجموعة من الإكراهات لا زالت قائمة، منها السياج داخل النادي بحيث أنه يلاحظ بأنه لا زال يحاطب بالسيف. عمر خليك جمعية ورينا اش من اللعبة هذه، اسم هذه اللعبة هذه. الكرة الحجيجية، قلنا بأن الكرة الحجيجية وهي لها تاريخ في تالودنت، بحيث أنها جاءت في منذ تواجد الفرنسي بالمغرب في الخمسينات، وتكون الجمعية في 1974، ولها مكانة داخل العصبة سوس الصحراء، لأننا تنتمي هنايا لعصبة سوس الصحراء داخل الجامعة الوطنية للكرة الحجيجية، وتجرى مباريات داخل النادي وكذلك خارج المجموعة داخل العصبة بكاملها اللي تتمتد من أكادير حتى الصحراء الداخلة والعيون وغيرها. بالنسبة للمشاكل نتاع النادي، فيلاحظ بأنه كاين مجموعة الإكراهات، مجموعة المشاكل، مجموعة النقص في العدد المشاركين نتيجة للظروف الخاصة، خاصة هذه الجائحة اللي أثرت بشكل سلبي على الدوري، حيث أنه هذه السنة لم يقام أي دوري خلال هذه المرحلة نتيجة للظروف الجديدة، ونحن إذ نقوم ونطالب بالمجلس البلدي ولا بالنسبة للسلطة دعم الكامل للجمعية ولهذه اللعبة، لأن لها مكانة خارج الوطن وداخل الوطن، ونلاحظ بأن اللعبة أثرت فيها هذه الوضعية الجديدة، ونطلب من السلطات تقديم بعض المساعدات والدعم الكامل، لأنها تمثل المدينة وتمثل الإقليم وكذلك تمثل الجهة بكاملها، ونحن جزء من العصبة نتاع سوس الصحراء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكرك السي حسن بعدا على هذه المبادرة القيمة. مصطفى. السي مصطفى عفوا. إيه. وكنشكر السيد الرئيس كذلك ديال النادي. النادي ديال الكرة الحديدية. على قيم بالجهودات الجبارة، الله يجازيه بخير. واللي كان السبب في هذا النادي حتى هو الحمد لله كتشوفوها هو خرج للوجود بمشاركة مع المجلس البلدي كذلك، فهما كنشكرهم جزيل الشكر للرئيس ولا جميع الأعضاء، كانوا في المساعدة كبيرة اللي قدموا لهذا النادي، وكذلك كنشكر السلطة المحلية اللي ساعدتنا بزاف، وعلى رأسهم السيد عام الإقليم تارودان والسيد باشا والسيد القائد ديال المنطقة، ايوا كنشكروا الجميع. ولكن النادي كيعرف إكراهات كبيرة، الحمد لله النادي باقي مازال خصو بزاف، وكنطلبوا كذلك من المسؤولين باش يعاودوا يساعدونا إن شاء الله. راه كاين سميتو المجلس البلدي كاين وعود أنهم غادي يعاونونا، فنديروا معاهم إن شاء الله شراكة باش نديروا هذا السور لهذا النادي، وكذلك نديروا التشجير، والحمد لله احنا في الطريق، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. معكم متوفق ابراهيم، عضو في الجمعيه ديال النادي ديال الكره الحديديه. برافو. السلام عليكم. سليم محمد،
ممارس بنادي الكره الحديديه لمدينه تارودانت. فعلا فعلا راه كنشيدوا بهذه المجهودات اللي قام بها المكتب، لان المدينه ديالنا راه فيها مس الحاجه لمثل هاد الفضاءات. والممارسه ديالنا داخل النادي كتشكل واحد النوع ديال التعاون والتعارف والتلاقي، كتعطينا واحد الروح وكتجدد فينا واحد الحيويه، وبالخصوص اننا حنا كمتقاعدين دابا راه تقاعدنا، وهذا الفضاء كيعطينا فرصه باش نتلاقى ونجددوا كذلك الاواصيل ديال التعارف وديال اللقاء. كذلك ما ننسوا ان حتى المباريات على الصعيد ديال العصبه ديال سوس كتعطينا واحد الحيويه اللي كتجدد دائما باللقاء ديال الاخوه في جميع المنطقه ككل. والنادي ديالنا بحكم هذه المنطقه وهذا الفضاء اللي كان فيه الفضل المكتب والمجلس البلدي ديال مدينه تارودانت راه عطانا واحد الدفعه قويه، واخا اننا كذلك عندنا واحد المجموعه ديال الكراهات هنا في النادي، لان بغينا باش يكون في احسن حله واحسن صوره. وهذا كيتجلى حتى في واحد السياج، لان الا كنشوفوا في النادي كنشوفوا بان كاين غير واحد السياج الحديدي. حنا ما كرهنا يكون واحد السياج ديال الاسمنت اللي يعطي واحد الامانه اللي سميتو النادي ديالنا. وكنتمناو كذلك تكون شراكات مع جمعيات اللي تدفع بينا بواحد الدفعه قويه، لان ربما الا شفنا هذه الاكراهات غنلقاو حتى كذلك في التشجير، لان هذه مجهودات شخصيه كيقوم بها الاعضاء كلما سنحت الفرصه وكلما كان الوقت ديال الفراغ. وهذا راه كيتمثل في الفضاء، لان حتى الفضاء راه تغير بهذه من تقريبا واحد ثلاثه السنوات، وحتى هذه المجهودات راه كتكون بقدر المستطاع، بمعنى انه الا كان الدعم وكان الدعم شويه حتى الدعم المادي راه ربما بينا نوصلوا بالنادي لواحد المستوى اللي هو رفيع، لان كنتمناو كذلك باش يكون عندنا حتى واحد بحال مقهى شبه مقهى شبه اوكال اوكال اي واحد 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 القاعه كذلك اللي يمكن الانسان يجلس فيها بواحد الاريحيه، وتكون فيها كذلك جميع الوسائل الترفيهيه، لان هذا غيفتح واحد المجال حتى بالنسبه للطاقات الشابه، لان هذه الطاقات هي اللي بغيناها تلتحق النادي باش تفتح واحد الاستمراريه وواحد الجوده اللي تشرف المدينه وتشرف المجلس البلدي ديالنا داخل مدينه تارودانت. شكرا. بارك الله فيك. هاد الرئيس واخا واحد ديالك لوحاي الله تبارك الله 86 سنه في العمر ديالو ولا زال يزاول هذه الرياضه ديال الكره الحديديه، ونتمنوا ليه ان شاء الله الصحه والعافيه. الله يبارك ليه في العمر ديالو والصحه ديالو. عندي هذا عنده هذا ضربناه ما طلعت عنده احسن كاللعبة. عاودنا ضربناه كومبوانت ياك ايه كومبوانت
الهديه ضربناها حيدناها هي هذيك الكره ضربناها تبارك الله على السي احمد هو بوينت مزيان ولكن انا ضربت هذيك الكره السي حسن دابا بوينت عندنا جوج لي بوين عندك صح هي تبارك الله 8 3 دابا هذه هي اللعبه كتحسب بالنقاط تقريبا هذه بوشون هي اللي كتحسب هذا بوشون هذا يلا نعاودو نحط بوشون ثاني ان شاء الله كوشوني هذا هو الكوشوني غادي نعاودو نحط يحسبو فيه 6 متر بحال هكا واحد اقلو 6 بعدو 5 هذا ما غادي نزيد به سي احمد هذوك ديال الحاج براك
باقى عندنا باقي نفس اللعب تمنا نفس اللعب تمنا هذاك هو اللعب Thank you.